كامل اكسرسايز على الليمت دون. احنا كنا وصلنا في المحاضره اللي فاتت لايه؟ لان دلوقتي انا حبيت احل دي عوضت وطلعت صفر على صفر. جيت اعمل دي فاكتورايز ما عرفتش لانها فيها باور 3، فقلت اعمل لها فاكتورايز عن طريق الديفيجن. كنت فاتح تو براكتس، انا عارف ان في براكت منهم هيطلع فيه اكس من 3، ده طبيعي. اللي تحت اعمل لها تو براكتس اكس واكس، 3 و3، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. حلو. طيب نيجي نعمل دي فاكتورايز عن طريق الديفيجن ازاي؟ انا عايز اطلع ان الاكس باور 3 ماينس 5 اكس ماينس 20 دي، عايز اطلعها براكت في اكس ماينس 3 وبراكت تاني. طب اطلع البراكت التاني ازاي؟ نيجي ناخد الكوفيشنتس بتاعتي، يعني في هنا 1 المفروض بعد الاكس باور 3 في اكس باور 2، مفيش، نكتب 0. بعد كده اكس نكتب 5، بعد كده نيجاتيف 12 نكتبها. طيب ابتدي بعد كده اجي على النيجاتيف 3 دي اعكسها اخليها بوزيتيف 3. هنزل ال 1 ده وبعدين اعمل 1 تايم 3 ايكوال 3، بعدين اعمل بلس 0 بلس 3 3، 3 اللي طلعت اقوم عاملها تايم 3 تاني تدينا 9، كده اعمل بلس نيجاتيف 5 بلس 9 تدينا 4، 4 اللي تطلع اعملها تايم 3، كل ما يطلع حاجه اعملها ملتبلاي ايه؟ 3 تدي 12. نيجاتيف 12 بلس 12 يا جماعه تدي 0. طب فين الانسر بقى؟ ال 1 وال 3 وال 4 اللي طلعوا دول اهو، المفروض ان انا بكتبهم ازاي؟ بكتب كده 1 بلس 3 بلس 4. بس بنرجع نبص، هو اللي انا كنت بعمله ديفايدد كان ايه؟ كان اكس بار 3. اشتري انا بعد. طيب نقلل دي نخليها اكس بار 2، واللي بعدها نخليها اكس بار 1 اللي هي اكس، وبعدين ما فيهوش اكس. يبقى تاني الارقام اللي طلعت دي اللي هي 1 و3 و5 و4 كتبتهم هنا، هم دول الانسر. فابتدي ابص، انا كنت بعمل اكس بار 3 ديفايدد، نقلل شويه اكس بار 3 نخليها اكس بار 2، بعد الاكس بار 2 نخليها اكس بار 1، بعد الاكس بار 1 مفيش اكس خالص. يبقى انا كده نجحت في اني اعمل فاكتورايز بس عن طريق الديفيجن. يبقى دي طلعت ايه يا جماعه؟ اكس بار 2 بلس 3 اكس بلس 4. خلاص انا كده الزيرو فاكتور اهو هكنسله وعوض في بقيه المساله بقيت عليه. يبقى 3 بار 2 بلس 3 تايم 3 بلس 4 على 3 بلس 3، واطلع الانسر في الكالكوليتر هتطلع كام؟ 9 و9 18 و4 22 اوفر 6، هتطلع 11 اوفر 3. ماشي يا جماعه، اللي عملها صح هيعمل نص صح. ايه؟ يعني هي تعتبر اقوى مساله فيهم اللي هي الايه؟ اللي هي اللونج ديفيجن. ماشي كويس يا هلا. تمام. انت عملتهم كلهم صح بس كنت سايبها نمبر 2 بس. طيب لو جينا بصينا يا جماعه على اخر واحده، اخر واحده دي بص يا جماعه، اخر واحده دي هعملها لكم بالطريقه العاديه اللي احنا معتادين عليها، وهنعملها باللو. ازاي اللو؟ اللي هو الدرس ايه اللي احنا شغالين فيه. معلش يا جماعه شوفوني صورت دي كده ولا ما صورتهاش؟ صورتها. بص يا جماعه، اللي هي نمبر 5 دي، نمبر 5 دي انا هحلها بطريقتين. خد بالكوا في مسائل كتير هنستخدم فيها اللو ده، ممكن هيحل لنا مسائل كتير قوي. اوريكم دلوقتي. هو الحل الاولاني ان انا ممكن احلها ازاي يا جماعه؟ طبعا انا بعوض برضه واطلع 0 اوفر 0. طيب ببتدي اعمل ايه بقى؟ انا ممكن اعمل دي فاكتورايز، بعمل كده
الاكس ماينس 3 دي قلت ذا بارت، ممكن اكتب اكس ماينس 3 هنا واكس ماينس 3 هنا، كاني قسمتها على البراكتين. معايا اروى ولا مش معايا؟ يعني اكس ما ماينس 3 حضرتك مش مره مرتين، حطيت واحده هنا واحده هنا. الفور دي ممكن اعملها 2 تايمز 2 وهي نيجاتيف، يبقى مره بوزيتيف ومره وتحت في اكس ماينس 5. انا ملاحظ ان الزيرو فاكتور يعني البراكت اللي المفروض يطلع فوق تحت هو اكس ماينس 5، دايما اكس ماينس الرقم اللي هنا. طب لو انا كملتها نيجاتيف 3 بلس 2 تديني نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف 3 ماينس 2 تديني نيجاتيف 5 اوفر اكس ماينس 5. طب ما هو ده يتكنسل مع ده، اتفضل يا جماعه اكس ماينس 1. طب نعوض فيها، الاكس اصلا تدرس 5 يبقى 5 ماينس 1 ايكوال 4. Another solution بقى، الحل اللي انا جبته بقى التاني اللي هو يعتبر كان المفروض نقوله النهارده. دي فكره من الافكار اللي بتيجي، انا قلت لكم له في شويه افكار كده من ضمنهم الفكره دي، ان انا ممكن يا جماعه احل المساله دي يوزنج ذا لو. ازاي الكلام ده؟ بص بقى another solution، واللو هيطلعها لي في فيمتو ثانيه، فيمتو ثانيه. بص كده another solution، بص بقى هو اليوزنج لو. طيب بس هو بقى مش هنمشي بقى على اكس تنس تو 5 والكلام ده، امال هنعمل ايه؟ بص يا جماعه انا ملاحظ حاجه دلوقتي، ادي اكس ماينس 3 بار 2 في حاله اللو. اللو بقى مع المسائل اللي فيها براكتس وروتس والكلام ده ممكن نطبق عليها اللو، بس بقى مش زي المسائل العاديه اللي ما كانتش فيها براكتس كنت اقول لك بص على ده وظبط عليه. مش هينفع هنا مع القصه دي، مش هينفع هنا مع المساله دي. طب امال هنعمل ايه؟ بص يا جماعه انا شايف ان ده عليه باور، طب مش الفور دي انا ممكن اعملها 2 باور 2؟ ما هو شرط، شرط اللو ايه؟ ان ده يكون باور 2 يكون ده باور 2. طب هيقوم طالع لي واحد يقول لي طب وهتعمل ايه يا ناصح في اللي تحت ده بقى؟ اعمل فيه حركه صغيره. هو اللو يا جماعه الشرط بتاعه بيقول ايه؟ بيقول لك ان الاولاني يكون شكل الاولاني، الثاني يكون شكل الثاني. طب بصوا الحركه اللي انا عاملها كده وقولوا لي انا غلطان ولا صح. ادي الاكس، هو انا الماينس 5 دي ما ينفعش اعملها ماينس 3 ماينس 2؟ هل انا كده غلطان؟ الماينس 5 دي لو انا عملتها ماينس 3 ماينس 2 كده غلط؟ مش هي ماينس 3 ماينس 2 دي نيجاتيف 5؟ صح لا يا جماعه؟ طيب ولو انا حطيت على دي براكت وقلت باور 1 ومفيش اي غلط، وال2 دي لو حطيت عليها باور 1 في غلط؟ مفيش اي غلط. طيب وزي ما ده انا ظبطت دول بقى كده، الاولاني بقى اسمه اكس ماينس 3 وده اسمه بقى 2، ممكن اظبط دي اقول دي بقت عباره عن اكس ماينس 3 وهنا دي 2. اه يا جماعه كده بقى شكل الروج اكس ماينس 3 اكس ماينس 3 اكس ماينس 3، الاولاني شكل الاولاني شكل الاولاني، طب الثاني شكل الثاني شكل الثاني، الباورز فوق شكل بعضها، الباورز تحت شكل بعضها. ولو حاولت تراجع مسالتك مع المساله الاصليه هتلاقيها مظبوطه. اهو اكس ماينس 3 بار 2 هي اكس ماينس 3 بار 2، ال 2 بار 2 هي 4. يقول لو انا جمعتهم اكس ماينس 3 ماينس 2 هتديني اكس ماينس 5. كده بقى طالما انا حطيت المساله على شكل الرول يقول لي انا ممكن اطلع الانسر من هنا. ازاي؟ بنعمل 2 ديفايدد 1 وبعدين ناخد 2 واحده ونعمل ماينس للباورز 2 ماينس 1. طب ما 2 ماينس 1 هيديني 1 يعني كانها 2 باور 1. مش انا اللي عملت دول تايمز بعد يا جماعه تطلع الانسر 4؟ يبقى ممكن واحد يظبط المساله دي على شكل الايه؟ اللو بتاعنا وتطلع المساله، وتطلع المساله طلعت صوره ايه زي الايه؟ زي اللي حلها بالحل اللي فات. هشوف مسائل تانية على اللو، افكار تانية على اللو من الكتاب. المرة اللي فاتت تقريبا ان انا معاك تبقى دي كنت صورتولي بتاعي صح؟
طب ممكن حد تاني يا جماعه يبعت لي بس الاكسرسايز على اللو ده عشان الكتاب اللي عندي قديم بس. يبعت لي تاني هنا على الجروب بعد اذنك. التاني كان حد بعته المره اللي فاتت بس. يا جماعه ممكن حد بس يبعت لي اكسرسايز ان ليميتس يوزنج لو ده تاني. معلش يا مستر، هي كانت اكسرسايز نمبر كام بالظبط وانا اصورها دلوقتي؟ 14. هو كان اكسرسايز 14 تاني. انا فاكر حد بعت المره اللي فاتت سيرش، في حد بعته لي بس انا مش عارف ايه. هو اتمسح تاني ولا ايه بالظبط؟ مش احنا خدنا اللون المره اللي فاتت يا جماعه ما خدناهوش؟ اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. المرة اللي فاتت شرحنا اللو ده ولا مش شرحناهوش يا جماعة؟ شرحناه بتاعي صح؟ ايوه طيب ايوه حضر تسليم ومنى صح؟ حتى بس الهدور عشان الأكاديمية تطلب مني. ماشي بص يا جماعة، أيوة ماشي بيحمل بس يعني. لو جينا بصينا بقى، بص يا جماعة في ساعات مسائل بتجيلنا غريبة شوية. زي ايه؟ زي كويشن نمبر 9 في الكمبيوتر كده. بص بقى، يعني انا ممكن اقول ده اكسرسايز اون ايه؟ اون لو. اكسرسايز اون لو اوف ليميتس. هو جايب لي مسألة زي مين؟ زي مسألة نمبر 9 بيقول لي ايه؟ ليميت when x tends to 16 fourth root of x power 5 minus 32 over x minus 16. بص يا جماعه، انا هقدر احدد شكل المساله دي انها رول ولا لا منين؟ او انها لول ولا لا منين؟ انا شايف تو تيرمز فوق وتو تيرمز تحت، يبقى المساله دي شكلها تمشي لول. طيب بس اللو الشرط الرئيسي عنده يا جماعه ان ما يكونش فيه روتس ولا كلام من ده، يكون عنده باورز. طب هل انا اقدر احول دي الباور؟ قال لك اه. بص بقى يا جماعه كده، الحته دي هناخدها في الالجبرا في اليونت الثانيه. ما اعرفش قلت لكم المره اللي فاتت ولا لا، ان انا لما اقول مثلا سكوير روت اكس، لما اقول كيوبيك روت اكس بار 2، لما اقول حاجه زي اللي هو جابها دي كده، بيقول لك لو انت عايز تشيل الروت، لو انت عايز تشيل الروت ممكن تشيله، بس خد اللي جوه على اللي بره. يعني ايه؟ الاكس دي يا جماعه في الاساس كان عليها 1، والسكوير روت اللي احنا طول عمرنا شايفينه سكوير روت ده كان عليه 2 هنا، بس شالوهم للاختصار، شالوهم للاختصار. فقال لك انت ممكن تشيل الروت ده اهو خالص وتكتب الاكس، بس تاخد اللي جوه على اللي بره، يعني تقول اكس بار 1. شفت بقى؟ ده درس عندنا في الالجبرا، خدوا بالكم. اول درس عندنا في اليونت اللي هي بتاع اللوجاريتمز اللي هي بعد الفانكشن. طب يعني دي انا ممكن احولها، اه ممكن تشيل الروت خالص وتحولها ل 2 اوفر 3 اللي جوه على اللي بره، ان اوفر اوت. طب دي ممكن احولها، اه ممكن احولها كده والغي الروت خالص. طب مصلحه جدا، يبقى انا ممكن اعمل دي كده. اه ماينس 32 كان المساله جايه لي كده. طب مش احنا قلنا يا جماعه مساله الرول
طالما ان هي جايه ايه يعني مباشره كده، يعني مش جاي فيها سكوير روت ولا جاي فيها يعني ولا براكت عليه باور 2 زي المساله اللي فاتت ولا الكلام ده، مش احنا قلنا ممكن نظبطها على دي، ممكن نظبطها على دي. تعالى كده نجرب والله، نظبط لو ما ظبطتش نشوف لها حل تاني. احنا هنعمل اكس واكس 16، هنعمل 16 و16 ماينس ماينس، ما هي الرول بتقول كده، الاولاني شكل الاولاني شكل الاولاني، الثاني شكل الثاني شكل الثاني. الباورز، الباور هنا 5 اوفر 4، ممكن 5 اوفر 4 و5 اوفر 4، يعني الباور بتاع اكس بنكتبها لده وبنكتبها لده. طب الباور هنا ايه يا جماعه؟ مفيش باور، يعني 1، نكتب هنا 1 وهنا 1. طب قبل ما نطلع الاجابه نراجعها تاني كده نشوفها مظبوطه. دي هي دي، لو انا حسبت دي فعلا يا جماعه الكالكليتر، الكالكليتر هتطلع لي 32، ودي طبعا هي دي، وال 16 هي 16. انا اقدر اطلع الانسر منين بقى؟ من هنا. الانسر بتطلع ازاي؟ بقسم الباور على الباور 5 اوفر 4 ديفايدد 1، وبعدين باخد 16 واحده من دول واعمل 5 اوفر 4 ماينس 1، يعني باخد 16 واحده من دول واعمل الباورز ماينس 1. كل الليله دي هطلعها على الكالكوليتر ونشوف الانسر هتطلع كام. فهمنا يا جماعه القصه مبنيه على ايه؟ ان انا لما الاقي مع مساله الرول الاقي معاها روت احول انا الباور. مساله اللو دي يا جماعه، اللو ده في الليمتس شغال مع الباورز بس، شغال على الباورز بس. طيب في افكار تانية في موضوع اللو ده؟ اه في فكره دايما يجيبوها برضو اللي هي دي، اللي هي المساله نمبر 10. بصوا يا جماعه كده، مساله نمبر 10 في التشويس، المسألة فيها اكس و اتش وحاجات وشكلها ما تتحلش خالص، بس سهل انها تتكلم. بصوا بيقول لي ليميت لما اتش تندس تو زيرو، ودي المسألة دي بحب يجيبوها قوي مع انها ما فيهاش حاجة خالص. بصوا بقى دلوقتي اوفر اتش، معقوله المساله دي هتنفع؟ تنفع له؟ اه تنفع له. بص يا جماعه كل ما علينا هنلاقي ايه؟ انا ملاحظ حاجه، بصوا الاتش هي زي الاتش، انا ملاحظ في اكس هنا وفي ماينس اكس هنا. طب هقول حاجه، هو انا لما ازود لي دي يا جماعه دي اكس بلس 7 اكس بلس اتش بار 7 ماينس اكس بار 7. طب لو انا عندي اتش كده، هو انا لو زودت اكس من هنا ونقصت اكس من هنا ابقى انا كده بوظت المساله؟ كده انا غيرت المساله؟ يعني عملت حاجه زياده فيها او بوظتها خالص؟ لا ما بوظتش. هقول لكم على حاجه قديمه جدا، شايفين رقم زي 2 ده؟ انا ممكن ال 2 ده اعمله لكم نص صفحه وهو نفس ال 2، ازود 3 من هنا وانقص 3 من هنا. اللي يجي يسالني يقول لي انت كده بوظت البتاع، اقول ما بوظتوش، هسيبها كده هتطلع 2 على الكالكوليتر، لان 3 هتشيل نيجاتيف 3، وازود 5 من هنا وانقص 5. فاهمين يا جماعه؟ مثلا واعمل اوفر 2 واعمل الكلام ده كله تايمز 2. كل ده على فكره يا جماعه هو ال 2 ده. ليه بقى؟ بس اهم حاجه لما تزود حاجه تنقصها. يعني الاجابه دي كلها 2، بس بص انا عملت فرح ازاي؟ يبقى في الماث من حقك ان انت تزود حاجات، تزود حاجات بس نقص حاجات قصادها. يعني انت عملت ايه؟ هي دي كانت اتش واقفه لوحدها كده، انت زودت اكس من هنا خلاص نقص اكس، يعني كانك بتعملها انتي فايروس. زودت اكس ونقص اكس، ما حدش يقدر يلومك ولا يقول لك انت بوظت المساله. قول له ليه؟ يقول لك بص المساله، اقول له لا، اقول لك ما باظتش، انا لو شلت الاكس تاني مع الماينس اكس هترجع مسالتك زي ما هي، انا بس عدلت شكلها لهدف في دماغي. ايه هو الهدف؟ ان دلوقتي يا جماعه لو انا حطيت ده في براكت، مش بقى الاولاني شكل الاولاني والتاني شكل التاني، ما
ما الرول بتقول لي ايه؟ اول حاجه الاولاني شكل الاولاني، تاني حاجه التاني شكل التاني، تالت حاجه ماينس فوق وماينس تحت، رابع حاجه الباورز فوق شكل بعض، الباورز تحت شكل بعض. يقول لي مفيش باور تحت، اقول له لا ما ممكن احط 1 يعني، مش مشكله. المشكله يا جماعه بقت شكل الرول ولا لا؟ طيب هي الرول بتقول ايه؟ بتقول لك لو انت حبيت تطلع الانسر بقى بتاعت المساله دي دلوقتي سهل جدا، تعالى من بعد الماينس دي كده واعمل الباور ديفايدد الباور، وخد اكس واحده من دول واعمل ماينس للباور 7 ماينس 1 6. يعني في الاخر المساله يا جماعه طلعت 7 اكس باور 6. شفت المساله كان شكلها مرعب، طلعت اجابتها في فيمتو ثانيه ازاي، بس خلي شكلها بس شكل دي. في واحده كمان بعدها، يعني هي دي تعتبر الفكره يعني الايه اللي كانت ناقصه لنا. هي طبعا في افكار ثانيه بس كلهم شبيه ببعضها يعني. فممكن احنا ان شاء الله المره الجايه نخش في مين؟ في اللي هو الليمت تو انفينيتي، عشان نخلص من قصه الليمت. لو خلصنا يا جماعه من الليمت تو انفينيتي، او معنى صح لو خلصنا الليمتس، في بعد منها حاجه اسمها كونتينيوتي مرتبطه بالليمت. لو خلصنا الليمتس والكونتينيوتي خلاص يبقى الكالكولاس خلص، يعني الفرع خلص من اللي عليه. هيبقى فاضل لنا الالجبرا، فاضل فيه يونت وهي يونت سهله جدا، والتريك اصلا عباره عن درسين ساين لو كوزاين لو، وكل عام وانتم بخير. فالمنهج مش طويل قوي زي ما الناس متخيله، بس ما تخافوش منه. هو افكاره كتيره بس هو المنهج نفسه مش طويل، تمام؟ المنهج كله بتاع خمس ست موضوعات بس، درس بس موضوع زي الفانكشن. خش بقى هات له الرينج والدومين والمونوتوني والتايب، بس هي الفانكشنز برضه. الليميتس واحده بتتحل باللو، واحده بتتحل بالكونجكت، واحده بتتحل مش عارف بالايه، لكن هو ليميتس. فاهمين يا جماعه؟ الموضوع كله المنهج كله حوالي 6 توبكس، ولكن المشكله ان كل توبك فيه شويه افكار كتير، فاحنا خلاص بنعرف افكاره خلاص. تعالى نشوف كده مثلا مساله زي مين؟ من نفس فكره المسائل دي برضه. نبص على المساله دي نمبر 12. بص يا جماعه نمبر 12 مساله جميله جدا جدا. بصوا بيقول لي ليميت H tends to 0. 3H minus 1 all to the power 5. Plus 1 over 5H. بص يا جماعه المساله دي كده. معقوله دي اعرف احولها للو؟ اعرف احولها للو ان شاء الله. هقول لكم ازاي. هو انا بس مشكلتي حاجه، دي 3H ودي 5H. عارفين لو دي 3H؟ يعني عارفين لو دي 3H كده؟ اللي تحت دي كنا قلنا ايه؟ هو منقص 1 ومزود 1، كنت عملت كده نقصت 1 وزودت 1. وبقت شكل اللي فوق بالظبط اهو. اللي فوق بس جايه 5. واحد يقول لك بس انت خد بالك ده ايه؟ ده اهو بلس 1. كنت اخلي ده ال1 ده باور 5. الباورز فوق شكل بعضها والباورز تحت شكل بعضها وكده. بس مشكلتي انها جايه لي ايه يا جماعه؟ جايه لي فيها 5. قال لك طيب بسيط، احنا هنعمل حركه صغيره كده، لعبه صغيره خالص ماثيماتيكالي برضه. بص يا جماعه هنكتب ادي الليمت بتاعتنا اتش تنس تو 0، مش ده كان 5 اتش؟ هنسيب ال H، بصوا هنسيب ال H دي زي ما هي وناخد ال 5 دي نطلعها بره كده، نطلعها بره علامة الليمت. أنا كده مش غلطان، أنا طلعتها بره زي كومان كده. طيب بص هنعمل إيه؟ هو أنا محتاج دي تكون دي 3H، محتاج دي تكون 3H. قال لك بسيط، لو أنت حطيت 3 هنا أهو، حط ال 3 زيها فوق هنا. انا قلت لكم يا جماعه الماث عايز تزود زود براحتك، بس حط له انتي فايروس. انتي فايروس ازاي؟ بحيث ان يجي حد يكلمك يا عم الحاج انت زودت ال 3، اقول له لا ما انا حاطط لها 3 هي تشيلها، 3 دي تشيل دي هترجع اتش، وال 5 ارجعها لك هنا رجعت مسالتك تاني.
امال ايه اللي انت عملته ده؟ انا حورت في المساله عشان دي الشروط. طيب وهنقص 1 وازود 1. انت عمال تبوظ في المساله. لا ما بوظتش، راجعها تاني تلاقيها مظبوط. شيل ال 1 مع النيجاتيف 1 وشيل ال 3 مع ال 3 ورجع ال 5 هنا، رجعت المساله. الغلط امتى؟ لما انا مثلا انقص 1 وما ازودش حاجه. انا نقصت 1، لا انت كده بوظتها. ال 1 ده انت جبته منين؟ لكن تنقص 1 وتزود 1 ان شاء الله تقعد تزود، ان شاء الله تزود 5 وتنقص 5، زود 6 وتنقص 6، براحتك للصبح. طالما بتزود وتنقص مفيش مشكله. مفيش مشكله. خلاص؟ طيب. تعالى بقى دلوقتي الباور هنا 5، خلي الباور هنا 5. طب الباور هنا يا جماعه 1، خلي الباور هنا 1. بس في مشكله صغيره. الرول شرطه الرئيسي ان يكون هنا نيجاتيف مش بوست. اقول له بسيطه جدا، لو انت جيت في جمل البوست دي انا ممكن اعملها لك نيجاتيف نيجاتيف. مش البوست دي يا جماعه كانت نيجاتيف نيجاتيف، والبوست دي ممكن اعملها لك نيجاتيف نيجاتيف. ايه المشكله؟ تعالى بقى نراجعها كده نلاقي بقى تقول الاولاني الشكل الاولاني، النيجاتيف 1 شكل النيجاتيف 1، الباورز فوق شكل بعضها، الباورز تحت شكل بعضها، وادي ماينس في النص ماينس في النص. نقدر نطلع الانسر فين يا جماعه؟ من بعد الماينس الكبيره اللي في النص ده، طلع الانسر من هنا. يبقى 5 اوفر 1 تايمز، ناخد نيجاتيف 1 واحده من دي ونعمل 5 ماينس 1 تدينا كام؟ بس بالنسبه للي انا حاطه بره ده هيتعمل تايمز المساله. هو ده طالع بره كده مش اوان معانا، هيتعمل تايمز الاجابه اللي هي في الاخر. اما اعمل كل ده على الكالكوليتر هلاقي الانسر 30. تمام؟ طيب انا وظيفتكم يا جماعه عايزكم تذاكروا المسائل الحلوه اللي بتتعدل دي كده، يعتبر اللو خلص. لو بقى في عندنا مثلا قابلنا افكار ثانيه فيه ممكن نبقى نشرحها، لانه افكاره كثيره شويه بتبقى بس مبنيه على تعديل صور زي ده والمساله بتطلع. فمثلا لو حاجه وقفت معانا فيه ناخدها، بس المره الجايه ان شاء الله عشان ما نتاخرش هنخش في ايه؟ في ليميتس تو انفينيتي، لان ليميتس تو انفينيتي ده درس عبيط جدا. ولو حاجه واقفه معاكم في ده يعني حاولوا تحلوا النهارده المسائل اللي انا اديتها دي تاني كلها، بتاعت اللو وبتاعت المسائل اللي اديتها في الكويز تراجع الليميتس كلها. بلس بقى ممكن تبصوا في الكتاب لو لقيتوا مثلا حاجه على درس اللو ده مساله شكلها يعني مرعب كده او حاجه نشوفها. تمام يا شباب؟ والمره الجايه ان شاء الله هناخد درس الليميتس تو انفينيتي. يا ريت لو حد من دلوقتي يعني مش عارف مين اللي صور لي دلوقتي، منى تقريبا، مين اللي صور لي دلوقتي يا جماعه؟ الو يا جماعه مين اللي صور لي دلوقتي؟ اللي صور لي انا مين؟ منى. طب بصي يا منى يا ريت تصوري بقى ليميتس تو انفينيتي ان شاء الله، وتسيبيها على الجروب يبقى جاهز للمره الجايه. المره الجايه تمام خلاص اوكي. حاضر تصوري تمام اوكي ماشي. معلش يا جماعه زي ما قلت لكم المنهج صور بس افكاره كتيره، افكاره كتيره، فما تخافوش ان شاء الله كل ده بقى واحنا يعني مع كتر الحل ومع المراجعه هتدوس لو كل ده اتظبط معاك ما تقلقوش. تمام؟ طيب اشوفكم ان شاء الله المراجعه على خير. السلام عليكم.